السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ هل بالإمكان أن نبدأ المحاضرة الآن؟ الصوت واضح للكل؟ الظاهر أن البعض الصوت غير واضح. الآن أعتقد الأغلبية الصوت واضح، فنقدر نبدأ. محاضرة اليوم ستكون إن شاء الله بعنوان الإدارة الصفية علم وفن. المقدمة يشرفني لإعطاء المحاضرة اليوم دكتورة غادة المرشدي من كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين. بداية سنتحدث عن مفهوم الإدارة الصفية. ما هو مفهوم الإدارة الصفية؟ من خلال التمرين هذا، ما هو مفهوم الإدارة الصفية؟ ممكن كأفراد نبدأ نتناقش بالمفهوم باستخدام هذه الكلمات المساعدة الواضحة على الشاشة، منها المهارة، الطلاب، عمليات، الموارد البشرية، أقل التكاليف، غرفة الصف، جو تربوي، الأهداف التعليمية، والمعلم. فممكن تعطون بعض الأجوبة لمفهوم الإدارة الصفية إذا أمكن. إيجاد جو تربوي بقيادة المعلم، نعم. هنا مفهوم الإدارة الصفية
بشكل عام الإدارة الصفية هو كل ما يقوم به المعلم داخل غرفة الصف من سلوكيات، سواء كانت لفظية أو عملية مباشرة أو غير مباشرة. نعم، ممكن كأستاذ حسن، الأخ حسن ذكر أنه عبارة عن خطوات مدروسة لبلوغ أهداف تربوية، أيضا كمجموعة من الإجراءات يتخذها المعلم بالاشتراك مع التلاميذ لتحقيق أهداف التعلم داخل التكاليف المادية. نعم، المفهوم الموجود في الشاشة كما ذكرت هي كل ما يقوم به المعلم داخل غرفة الصف من سلوكيات، سواء كانت لفظية أو عملية مباشرة أو غير مباشرة، بحيث تعمل على تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرسومة. قد يحدث تغير مناسب في سلوك الطلبة. فالإدارة الصفية كما ذكرتم سابقا وتفضلتم هي جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لبناء والحفاظ على بيئة صفية ملائمة لعملية التعليم والتعلم. لو ذكرنا الإدارة الصفية تشتمل على ماذا؟ ما هي القواعد التي ممكن اتباعها للإدارة الصفية؟ إذا تفضلتم بالإجابة. نعم، منها مراعاة الفروق الفردية، أيضا تشتمل على ماذا؟ كمعلم كيف تقوم بإدارة الفصل الدراسي؟ الفصل الدراسي تخطيط وحسم قيادة. نعم، فهم مستوى الطالب وتطويره، التوجيه والتغذية الراجعة، التركيز على مهارات محددة لتطويرها. كما تفضلتم وسنذكر من خلال العرض الموجود، تشتمل الإدارة الصفية على بعض المعايير، منها البيئة، تنظيم البيئة المادية. النقطة الأخرى ممكن هي حفظ النظام وبناء القواعد والتعليمات الصفية والمدرسية. ثلاثة، توفير المناخ العاطفي والاجتماعي. رابعاً، إدارة الخبرات التعليمية. خامسا، إدارة سلوك الطلبة. سادسا، إدارة الوقت. من خلال هذا الرسم البسيط، ما المقصود منه؟ ارتباطا بفكرة الإدارة الصفية، من الرسمة مذكور أن مدرس الظاهر يتشكى للإدارة للمديرة ويذكر أنه يطلب منها المساعدة، ويذكر لها أن الموقف الذي واجهه الآن غير مغطى أو غير موجود في
دراستي السابقة للأشياء الإدارية أو في الإدوكيشن والأمور التربوية. فما القصد من هذا، من هذه الرسمة؟ أو ما هي المشكلة التي تعبر عنها هذه الرسمة؟ لو تفضلتم. انعدام إدارة صفية، نعم. عدم قدرة المدرس على حسن إدارة الصف، نعم. ومنها ممكن عدم دراية، المدرس ليس عنده دراية بأصول الإدارة الصفية. نقص خبرة من المعلم التعامل مع الطلاب، نعم جميل. الآن سنتابع الشرح لهذه الإدارة الصفية وللمعايير التي ذكرناها. أول معيار هو تنظيم البيئة الفيزيقية المادية. ما معنى البيئة الفيزيقية المادية؟ من خلال الشرح الموجود أو ممكن بعض الأفكار أو من بعض الخبرة أو المعرفة التي لديكم. ما هي البيئة الفيزيقية المادية؟ المباشرة. ما المقصود بالمباشرة أستاذ سعود؟ في نفس المكان، نعم. ممكن توضيح الفكرة لو سمحت؟ ضبط المكان، نعم. بيئة تساعد الطالب على التعلم، جميل. تقسيم الطلاب إلى مجموعات، جميل. هذه بعض الأمثلة التي ذكرته هي عن تنظيم البيئة الفيزيقية المادية. فكما ذكر هي عبارة عن وجود العلاقة القوية بين سلوك الطالب وترتيب المدرسة. فالمدرسة كتنظيم وكترتيب ممكن يؤثر على سلوك الطالب في البيئة التعليمية. فمثال ذلك إذا كان هناك بيئة مدرسية جذابة تشتمل على الغرف الصفية الأنيقة والمنظمة، هذا ممكن يعكس على الطالب وعلى سلوك الطالب. فالإدارة الصفية الجيدة لا تقتصر فقط على إيقاف سلوكيات غير مرغوبة من الطلاب، وإنما هي التي تدفع الطلبة للعمل، للتعاون، ويجعلهم ينهمكون في عملية التعلم. فالبيئة التعليمية تكون آمنة، مريحة للطلبة، تساعد في نجاحهم وتفاعلهم. ممكن تعطوني بعض الأمثلة التي تمثل هذا التعريف؟ كيف ممكن نصنع بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة التي تساعد في نجاحهم وتفاعلهم؟ ممكن نتلقى أفكاركم وآرائكم؟
كيف نصنع بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة تساعد في نجاح الطلبة وتفاعل الطلبة؟ ممكن أذكر بعض الأمثلة من خلال الصورة الموجودة في العرض. لو لاحظتم كلمة كوميونيتي وبعض الألوان الموجودة على الجدار، هذه كانت تمثل لعبة تعليمية ووسيلة تعليمية في هذا الصف، مما تجذب الطلبة للتفاعل والتعاون في هذه وفي هذه البيئة الصفية. نعم، من الأمثلة اللي ذكرتها طلاء الأقسام الدراسية بألوان تربوية مريحة. نعم، استخدام وسائل تعليمية مناسبة. نعم، ممكن أمثلة أخرى؟ أو ممكن تذكرون أمثلة أو مواقف معينة تشجع الطالب أو الطلبة على العمل والتعاون فيما بينهم، مما يؤدي إلى منع سلوكيات غير مرغوبة في الصف. ممكن ذكر الأمثلة؟ ممكن أبدأ بمثال من واقع تدريسي لبعض الطلبة الشباب في الجامعة. من بعض المواقف التي كانت أو مرت عليهم خلال التدريس، خاصة أن الطلبة بعمر 18 فما فوق إلى 25، الصف كان العدد تقريبا من 40 إلى 42 طالب. في بعض الأحيان بعض الطلبة عندما يقف طالب لا يقومون بالاستماع إليه، بل يقومون بالتحاور والنقاش مع زملائهم. فهذا الموقف تكرر أكثر من مرة، فكان بدوري كمعلم من القرار التي قررته في هذا الأثناء أن أذكر للطلبة، لكل طالب يقف أذكر له: أنت كطالب إذا وقفت وتكلمت وباقي الطلبة لم يقوموا بالاستماع إليك، ما معنى هذا الموقف؟ فبدأ الطلبة وخاصة الأصدقاء بالنظر للطالب والتفكير: ما معنى هذا الكلام؟ فذكرت لهم في مرة من المرات المعنى أنك لا تحترم الشخص الذي يقف ويتكلم. بعد فترة الطلبة طبعا توقفوا عن الفعل هذا من باب احترام بعضهم البعض. فهذا موقف يعتبر كإدارة صفية بطريقة تتلائم مع الموقف الذي حدث، بخاصة أن الطلاب في مرحلة عمرية يحتاج المعلم يكون فيها حكمة وأسلوب في التعامل مع الطلبة. نشوف بعض الأمثلة ذكرتها، ممكن من أمثلة البيئة فتح المجال للمتعلم لقيادة الصف بنفسه. جميل، هل هناك أمثلة أخرى؟ صورة واضحة لتنظيم البيئة الفيزيقية المادية. ما رأيكم بهذه الرسمة؟ مدرسات
واحدة من المدرسات تذكر أنها لا تحتاج للذهاب إلى الصالة الرياضية، لأن من استراتيجيات تنظيم الصف لديها هي أنها دائما تقوم بالحركة في الصف، فلاحظت أنها تقوم تقريبا بالمشي 3 أميال في اليوم. ما معنى ذلك؟ ما المقصود من كلام هذه المعلمة؟ هل الإدارة الصفية تعني أن المدرس يقوم بالحركة طوال اليوم وبالمراقبة أم لا؟ ما رأيكم؟ السؤال هو ما رأيكم بهذه الصورة؟ هل هو من الإدارة الصفية ومن أدوار المعلم أن يقوم بالمراقبة والحركة طول الوقت؟ نعم، قيادة الصف لا يحتاج لهذا. الأخ سعود ذكر أن جعل الصف أقرب لخلية نحل من الإنتاج. طبعا ما شاء الله أستاذ سعود ينظر للموقف بصورة إيجابية جميلة، بس الظاهر هي العكس. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا يجب على المعلم أو المعلمة أن يراعون في إدارة البيئة الصفية بشكل عام؟ هنا بعض الأمثلة، يجب على المعلم والمعلمة أن يراعون ما يلي في البيئة الصفية، منها استخدام الطاولات والكراسي بحيث تسهيل الحركة لتتناسب مع المواقف التعليمية المختلفة وتسمح بالتفاعل بين الطلاب. نعم أستاذ حسن، الموازنة بين التعليمات والحركة. النقطة الثانية هي إزالة كل مشتتات الانتباه من الفصل كاللوحات والأدوات التي لا ترتبط بالدرس المعروف. مثال ذلك، إذا كان اليوم الدرس يتحدث عن نقطة معينة، فممكن اللوحات تكون ترتبط بهذا الدرس. إذا انتهينا ممكن إزالة هذه المشتتات. النقطة الثالثة، طبعاً في أغلب الوقت يجب تغطية الأبواب والنوافذ لمنع انشغال الطلبة بالناس طبعاً الذين موجودون خارج الفصل. أيضا وضع الأدوات والوسائل في أماكن مناسبة، تحديد رفوف وخزائن للتخزين المؤقت والتخزين الدائم كنوع من التنظيم، استخدام سجاد ذو لون سادة لامتصاص الأصوات والتشويش، وضع قوائم تحدد ما هو متوفر وما هو مفقود من أدوات الفصل. بشكل عام أمور كلها تنظيمية. أيضا ممكن وضع أسهم أو إشارات أو بطاقات تحدد مواقع الأشياء بالفصل، تحديد أماكن العمل المختلفة، توفير أدوات ووسائل آمنة ومريحة وملائمة لعمر وخصائص الأطفال، اختيار فصل بعيد عن الضوضاء، تهوية جيدة وإضاءة جيدة.
مثال ذلك في الصورة الموجودة، بالطبع هذه صورة لطلبة في روضة من رياض الأطفال الموجودة في منطقة العين. لو لاحظنا المكان، لأنه من في روضة بعمر عمر رياض الأطفال، فالمساحة مساحة كبيرة موجودة فقط للأطفال يلعبون بها، فلازم نراعي الأمور هذه. للأمان طبعا الكهرباء يجب إبعادها عن الأطفال إذا كان في رياض الأطفال، تنظيم الفصل بشكل جذاب، كما ذكرنا مساحة واسعة بالفصل تسمح بالمرور بين المقاعد، توفير الأمور الأخرى المغاسل وغيرها لداخل الفصول غالبا لرياض الأطفال. هذه صورة أخرى للطفل كمساحة للعب كألعاب تعليمية للأطفال. أيضا وضع الأركان الهادئة بعيد عن الأركان الصاخبة، مثال ذلك إذا كان في الفصل المدرس في بعض الأحيان يعمل بعض الأركان، أركان مثال ذلك للكمبيوتر وللاستماع، الراديو والأمور هذه، في أركان أخرى للرسم، أركان فأركان فقط للقراءة كمكتبة بسيطة، فيجب الفصل ووضع في أماكن بعيدة عن بعضها. أيضا وضع حدود لهذه الأركان، ترتيب الفصل بطريقة تسمح للمعلم بمتابعة التلاميذ، تحديد أماكن العمل الجماعي وأماكن العمل الفردي. ما رأيكم بهذه الصورة من ناحية الترتيب أو التنظيم؟ نعم، هذا طبعا الصف الدراسي، منظر المعلم والطلبة، ما رأيكم بها؟ طبعا المعلم دخل على المعلم الآخر في فصله ولاحظ، فسأله الظاهر ما ذكر أن الظاهر المعلم قام ببعض التغييرات حوله، فيقول له أنك يعني ما هذا المنظر، فطبعا لا تعليق. إذا ذكرنا الفوضى التربوية، نعم أستاذ حسن، طبعا هذا في بعض الأحيان موجودة في بعض الصفوف التي طبعا المعلم ليس عنده إدارة صفية، فهذه بعض الأمثلة بشكل سريع عن تنظيم البيئة الفيزيقية. الآن سنطلع على النقطة الثانية، وهي حفظ النظام وبناء القواعد والتعليمات الصفية والمدرسية. ما رأيكم بذلك؟ القواعد، كيف يقوم المدرس أو المعلم ببناء هذه القواعد لحفظ النظام؟ ومتى يقوم ببناء هذه القواعد؟ هل بداية الفصل أو بعد ذلك؟ وكيف يقوم بذلك؟ نعم، بداية الفصل، هل الكل يوافق الرأي من البداية كل شيء منظم بداية العام الدراسي؟ نعم. عندي سؤال آخر من ناحية القواعد، هل المعلم يقوم بالنقاش والمجادلة مع الطلبة
لبناء قواعد معينة أن يقوم المدرس بإعطاء الطالب وإجباره بالقواعد التي يريد أن تطبق في هذا الصف. هل يكون في نقاش أو حوار لبناء هذه القواعد والتعليمات؟ مناقشة؟ نعم، جميل. وهل نحن في الواقع نطبق هذا الشيء أم لا؟ أستاذ سعود، إذا كنت مدرس هل تطبق المناقشة مع الطلبة لبناء القواعد والتعليمات في الصف وفي المدرسة؟ نعم، جميل. القواعد كصياغة ميثاق الصف المدرسي يلتزم به كل من الطلبة والمدرس على حد سواء، يعني معناته أنه يكون في نقاش لصياغة هذا الميثاق. جميل. لحفظ النظام وبناء القواعد هناك استراتيجيات طبعا فعالة لذلك. من هذه الاستراتيجيات الآن سنقوم بشرح بعض الاستراتيجيات التي تساعد المدرس على حفظ النظام وبناء القواعد والتعليمات الصفية والمدرسية. منها كما ذكرنا سابقا صياغة التعليمات المدرسية والصفية بطريقة إيجابية بحيث تحدد أنماط السلوك المراد الالتزام به، تذكير الطلبة باستمرار بالتعليمات ومراجعة القواعد، إرفاق صور توضح التعليمات كلما دعت الحاجة، وعرض القواعد الصفية والمدرسية في مكان واضح. ممكن نذكر بعض الأمثلة؟ لذلك أنا ممكن أعطيكم مثال، المثال الموضح على الشاشة. هذا كان في دورة من الدورات، الشباب مع الطالبات بداية الدورة، قمنا بكل مجموعة باختيار وصياغة بعض القواعد، فهذه كمثال بعض القواعد التي ذكرها الطلبة والطالبات. من هذه القواعد هي التواجد في وقت المحاضرة، العمل الجماعي، الحفاظ، المسؤولية، الهدوء، الحرية للأسئلة، الاحترام، تطبيق الأفكار، ومتابعة القوانين. فهذه بعض الأفكار. نعم، بعض القوانين أن يلتزم الطالب بالانتباه والاستماع والمشاركة وحفظ الوسائل الصفية كما ذكر الأخ حسن. بعض الاستراتيجيات الأخرى هي إشراك الطلبة قدر الإمكان في وضع التعليمات والقواعد الصفية كما ذكرنا سابقا، شرح التوقعات حول سلوك الطلبة في المواقف المختلفة وما يترتب على تلك التوقعات. ممكن ذكر بعض المواقف التي مرت في صفوفكم خاصة لبعض المدرسين لشرح التوقعات حول سلوك الطلبة، وما هي بعض التوقعات التي تكون موجودة في بعض فصولنا؟ نعم أستاذ سعود، ذكرت طريقة لتوحيد الصوت والانتباه
بحيث إذا فقد النظام أقوم بالعد التنازلي ويبدأ الطلاب بإعادة النظام. جميل، نظام تخويف. أوكي. أستاذ حسن، للطالب الحق في جو تربوي هادئ ومريح. طبعا إذا ذكرنا بعض التوقعات، النقطة الخامسة شرح التوقعات حول سلوك الطلبة في المواقف المختلفة وما يترتب على تلك التوقعات، ممكن ذكر بعض المثال على هذه النقطة؟ إذا الطالب قام بسلوك سيء، ما هي بعض التوقعات المترتبة على ذلك؟ وكيف نشرح هذه التوقعات للطالب؟ نعم، يحضر الطالب بعض الأدوات الإلكترونية. الظاهر أن هذه الأدوات ممنوعة. كمعلم ماذا تقول للطالب؟ كيف تحذره أو تخبره بالتوقعات؟ نعم، لا يلتزمون بذلك. أكيد عندكم بعض أمثلة للتوقعات، فسنكمل حديثنا للنقطة السادسة وهي عرض عدد محدد من التعليمات والقواعد الصفية لتمكن الطالب من استيعابها. النقطة السابعة أن تكون التعليمات والقواعد الصفية واقعية وعادلة ومناسبة وأن تمتاز بالمرونة. هل ممكن ذكر بعض الأمثلة كيف تكون التعليمات مرنة وواقعية وعادلة ومناسبة؟ نعم، بعض الأمثلة. طبعا مثال للمرونة هي في بعض الحالات تأخر الطلبة للصف في حالات استثنائية خاصة في المستوى الجامعي، إذا أحضر الطالب عذر طبي مثال لذلك، فهذه أحيانا تقوم طبعا موضوع الحرمان ومنعه من الصف، من دخول الصف الدراسي. العذر الطبي يعتبر كنوع من المرونة التغاضي عن هذا الحرمان. نعم، الوقت مهم كالالتحاق بالصف والمغادرة. سنكتفي بهذا القدر لشرح النقطة الثانية، سنذهب إلى النقطة الثالثة وهي توفير المناخ العاطفي والاجتماعي للطلبة. غالبا
كبيئة صفية دائما تكون هناك علاقات إنسانية بين الطالب والمعلم، مناخ نفسي واجتماعي يتسم بالمودة والتراحم والوئام. فغالبا يجب على المعلم أن يعمل على تنمية هذه البيئة العاطفية الاجتماعية المناسبة في الصف الدراسي. ومثال لذلك من بعض الأمثلة في هذه اللوحة، إذا رأيتم، هذه كانت في دورة في بوليتكنيك أبو ظبي في العين للطالبات. لبناء وتوفير المناخ العاطفي والاجتماعي ممكن ككسر الروتين في الصف، هي ببساطة ممكن القيام بلعبة تربوية أو بوسائل تربوية تساعد على التعاون بين الطلبة، تغيير البيئة الصفية تتلائم معهم. مثال بسيط، الجلوس طبعا على الأرضية كوسيلة بسيطة يبدون بالتناقش والحوار، مما تؤدي إلى كبداية كبناء مناخ عاطفي واجتماعي مناسب. ما رأيكم بهذه الصورة؟ هل هذه الصورة تمثل توفير المناخ العاطفي والاجتماعي في الصف؟ الصورة تمثل معلمة وطالب. المعلمة تذكر للطالب من خلال العقاب، تقول له: بما أنك قمت برمي الكرات في الصف، ستقوم المعلمة بإرسال الطالب إلى المديرة، فتذكر له أن هذا الشيء ليس العقاب، هذا ليس شيئا شخصيا ولكنه جزء من تنظيم الصف. ما رأيكم بهذا؟ هل إرسال الطالب في أغلب الأوقات إلى المدير يعتبر وسيلة من وسائل الإدارة الصفية؟ ما رأيكم؟ لا، لماذا أستاذ سعود؟ نعم، لماذا لا أستاذ سعود؟ المعلم له دور في حل المشكلات، نعم. ما هو الخيار الآخر الذي يقوم به المعلم؟ ممكن أن يقوم به غير أن يرسل الطالب إلى المدير؟ نعم، غالبا هو إرسال الطالب للمدير تعبر عن عدم دراية للمعلم وعدم إدارة صفية. يقوم بمناقشة الطالب، يقوم بالتحدث مع ولي الأمر. ما رأيكم؟ هل التحدث مع ولي الأمر استراتيجية مناسبة؟ نعم، فرح تفضل مناقشة الطالب. نعم، طبعا في أغلب الأحوال تعتمد على الحالات، لكن يفضل أن كما ذكر الأخ سعود أن المشكلة لا تخرج خارج الفصل. جميل،
بعض الأمثلة السريعة على خلق هذا الجو أو المناخ العاطفي والاجتماعي هو كما ذكرنا سابقا خلق جو من المحبة والألفة مع التلاميذ، التعاطف والحرص على مشاعر التلاميذ واحترامهم. ممكن تذكرون كمثال كيف ممكن المعلم أن يحرص على مشاعر التلاميذ واحترامهم؟ ممكن مثال بسيط؟ كيف ممكن كمعلمين نحافظ على مشاعر التلاميذ ونحترمهم ونكون حريصين عليها؟ الميول الرياضي؟ ماذا تقصد أستاذ سعود؟ ممكن التعبير عن مشاعري تجاههم؟ نعم، حفظ كرامتهم رغم أخطائهم. نعم، هذه نقطة جدا مهمة. إذا أخطأ الطالب أي خطأ معين يجب حفظ كرامة الطالب. مناقشتهم بأمور خاصة مثل الحجاب أو السلبيات أو إيجابيات النت، بس كيف ذلك بطريقة المحافظة على مشاعرهم؟ جميل، ننتقل إلى النقاط الأخرى. من توفير المناخ العاطفي والاجتماعي من استراتيجيات هي أن يكون دائما المعلم قدوة حسنة لطلابه في السلوك والتعامل، أن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب كما ذكر الأخ سابقا، وتجنب النقد أو شحذ المنافسات غير متوافقة مع قدرات التلاميذ، استخدام التعزيز الفعال في المواقف المختلفة والإنصات الفعال للتلاميذ. هناك مثال، ما رأيتم بهذه الصورة؟ مثال ذلك المعلم والطالب، الطالب يقول للمعلم أنه يعتقد أنه لا يعتقد أنه يستطيع أن يعبر وأن يقول ما يريده باستخدام الأوراق والأقلام ملونة وغيرها. ما معنى ذلك؟ ماذا تعبر هذه الصورة؟ نعم، ما رأيكم بهذه الصورة؟ ممكن أن تعبر عن لم تظهر الآن، تعبر عن قرب المعلمة من الطلاب. نعم، ما ظهر في مخيلتي أن إذا كان الطالب لم يستطيع أن يعبر عن هذا بالقلم والورقة، فهل كان باستطاعته أن يعبر عنها وجها لوجه؟ كما ذكر الأخ، هل في قرب الطالب من المعلم؟ استخدام أكثر من طريقة للتعبير؟ نعم، حسب شخصية الطالب. جميل،
الآن سأتابع النقاش عن النقطة الرابعة وهي توفير الخبرات التعليمية. ما معنى الخبرات التعليمية؟ كيف المعلم يقوم بتوفير خبرات تعليمية؟ هل ممكن أن تعطوني أمثلة لذلك؟ كيف المعلم يستطيع إثارة الطلبة وإثارة دافعيتهم للتعلم وحبهم للتعلم؟ ما هي الإجراءات أو الطريقة التي ممكن يستخدمها المعلم لذلك؟ سرد قصة، جميل، نعم، أيضا ممكن أسلوب التعليم التعاوني أو التعليم العكسي وغيرها، نعم. أمثلة أخرى، هل ممكن تعطوني أمثلة من واقع تدريسكم؟ إجراء تجربة علمية، نعم، جميل. ممكن أمثلة من واقع تعليمكم؟ ربطه بالواقع، نعم، جميل. يحدد أهداف الدرس ويدون ذلك على السبورة، نعم. سأذكر لكم بعض الأمثلة التي قمت بها في فصولي، غالبا للطلبة الشباب، لأن غالبا الطلبة الشباب في بعض الأحيان ممكن نجد صعوبة في التعامل معهم. الصورة الموجودة هي لطلبة في المادة التفكير الناقد. في هذا اليوم قمنا بإعطاء كل مجموعة أوراق، أقلام، ألوان، مقص والأمور هذه التي ممكن يحتاجها. ذكرنا لكل مجموعة أن يقومون برسم، بقص، أي طريقة يريدون أن يقومون بها ليعبرون عن فكرة معينة. فقام الطلبة تقريبا بعد نصف ساعة بوضع هذه الفكرة وبرسمها، وبعد ذلك عرضوها. الفكرة هذه الطلبة كان هناك لهم دافعية أن يعبروا عن الفكرة، وكان هناك طبعا حوار ونقاش و تعاون. الفكرة الثانية هي فكرة الخبرات التعليمية. كيف ممكن نحفز الطلبة ليربطون الواقع بالتعليم؟ في مساق كان يسمى مساق مدخل إلى اللغات والاتصال. في هذا المساق الفكرة كانت هي عبارة عن مجموعات، الطلبة يقومون باختيار المجموعة ويقومون باختيار مكان معين للذهاب إليه كتدريب عملي لهم، يقومون بتصوير الفكرة ويحضرونها. بعض الأفكار التي نتجت عن هذا، نعم، ربط البيئة الخارجية بالفصل، نعم، كان شيء جدا رائع، وظهر إبداع الطلبة. من الأفكار التي ظهرت كان هناك بعض الطلبة يحبون التمثيل، فقام الطلبة بربط فكرة التمثيل بالسكن الداخلي وكيف التعامل مع الفئات المختلفة. هذه كفكرة، وكانت هناك أفكار جميلة ورائعة جدا ممكن نتحدث بها لاحقا. تفكيرنا باستراتيجية تدريس مناسبة، هل هناك استراتيجية تدريس مناسبة؟ ما رأيكم بهذه الصورة؟ المدرس يقف أمام الطلبة ويذكر لهم، يقول لهم أنه يتوقع من الطلبة، منكم ككل، أن تكونون مستقلين، مبدعين، مفكرين. فكان يسأل من سيقوم بهذا الشيء بالضبط؟ ما معنى هذه الصورة؟ ما رأيكم بها؟
يجب أن نحفز التفكير لدى الطلاب، من الأفضل تنويع الاستراتيجيات، نعم، ليس الاكتفاء بالنص في المنهج. معلم صغير، نعم، الفكرة هي ممكن تكون من وجهة نظري في بعض الأحيان كآباء، كأمهات، كمعلمين ومربيات، دائما نفكر أن الذي نرسله للطلبة من المعلومات سيقومون بالاستجابة لنا بنفس الصياغة وبنفس كروبوت، بس الفكرة طبعا مختلفة تماما، لأن الطلبة لديهم قدرات مختلفة، تفكير مختلف، ممكن يختلف عن تفكيرنا وقدراتنا كمعلمين وكمربين. فدائما يجب تشجيع الطلبة على الإبداع كما ذكر الأخ حسن. سنعيد السؤال مرة أخرى، هل هناك استراتيجية تدريس مناسبة؟ هل هناك فقط استراتيجية واحدة مناسبة؟ ما رأيكم؟ أم هناك استراتيجيات مختلفة؟ نعم، هل هناك استراتيجية واحدة فقط أم مختلفة؟ طبعا دائما تكون مختلفة. من بعض الاستراتيجيات هنا، هذا كمثال في دورة من الدورات عن التطوع، استخدام طبعا الألعاب ممكن تفيد للطلبة. ما هي استراتيجيات التدريس؟ أمثلة كما هي موجودة على الشاشة، من التعليم المباشر، تعليم بالاكتشاف، تعليم بالحوار والمناقشة، تعليم باستخدام الوسائل السمعية والبصرية، تعليم ابتكاري، تعليم فردي، والتعليم بالفريق. هل ممكن تعطون بعض الأمثلة على التعليم الابتكاري أو التعليم بالاكتشاف من واقع تدريسكم؟ التعليم بالاكتشاف أو التعليم الابتكاري؟ غالبا ممكن معلمين المواد العلمية يستخدمون هذه الاستراتيجيات، التعليم بالاكتشاف والتعليم الابتكاري. نعم، أثناء تشريح النبات أو الحيوان، نعم كما ذكرنا في المواد العلمية غالبا. الآن سنكمل حديثنا إلى النقطة الخامسة، وهي إدارة سلوك الطالب أو الطلبة. كيف نقوم بإدارة سلوك الطلبة؟ هل ممكن بعض الأمثلة لإدارة سلوك الطلبة؟ بعض الأمثلة لإدارة سلوك الطلبة، من خلال توجيه سؤال للطالب جذب انتباهه. نعم، هل
كمعلم من خلال السلوك، ما هي الجوانب التي يجب أن نعلمها؟ نعم، بعض الأفكار الأخ جابر من خلال وضع قوانين بالاشتراك مع الطلاب لمواد الثواب والعقاب. نعم جميل، كما عقبت وذكرت كمعلم ما هي الجوانب التي يجب أن أعيها عن السلوك؟ نعم، بعض الأفكار منها تحديد المتميزين تربويا أسبوعيا ثم شهريا مثلا. نعم، للتشجيع والتحفيز، جميل، وتشجيعهم. جميل، نكمل نقطة الحوار بذكر الجوانب التي يجب أن يراعيها المعلم من خلال السلوك، وهي فكرة أن السلوك الإنساني سواء كان إيجابيا أو سلبيا فهو متعلم، وبالتالي فهو قابل للتعديل. فكرة أن السلوك ممكن يكون فيه تعديل، وهذا يجب أن يكون في الحسبان، وأن هنالك معايير يمكن التفريق من خلالها بين السلوك السوي وغير السوي من حيث شدته وتكراره، زمن ظهوره وشكله حين يظهر ومتى يحدث. معنى هذا الكلام أن يجب أن نراعي هذه الفروق، ويجب أن نفكر كمعلمين عوامل وأسباب التي تؤدي لهذا السلوك، منها ما يحدث ما قبل هذا السلوك أو أثنائه أو بعده. ما العوامل التي تؤدي أو تؤثر في الطالب للقيام بهذه السلوك؟ كما ذكر الأخ حسن، يجب علينا أن نفكر بالجوانب النفسية والاجتماعية، ولماذا قام الطالب بهذه السلوك أو بهذا السلوك. وهذه أيضا بعض النقاط. فالنقطة المهمة دائما أن نفكر كمعلمين وكتربويين أن هنالك دائما طرق عديدة لتعديل السلوك، وأهمها هي التعزيز وأساليب أخرى لخفض السلوك والتشكيل واتخاذ القرارات والإجراءات المهمة للتعامل في هذه المواقف. هذه رسمة أخرى، ماذا تعبر لكم هذه الرسمة؟ طالب يذكر للمعلمة أنه لم يستطع أن يؤدي الواجب لأن الكمبيوتر في بعض الفيروس، وأيضا كل أقلامه التي عنده. فكرة هذه الرسمة الموضحة على العرض؟ طبعا دائما يتحدث. كيف كمدرس أو كمعلم تتعامل مع هذا النوع من الطلبة؟ دائما حجج مختلفة. كيف نتعامل مع هذا النوع من الطلبة الذي دائما يتحجج؟ ممكن فهم السبب الرئيسي؟ نعم،
شكرا أستاذ حسن. كما ذكرت ممكن نقوم بفهم السبب الرئيسي، ممكن نقبل العذر ونوضح أهمية الواجب ونساعده على الاستيعاب. ممكن أن السبب يكون سبب أسري ليس فقط بحجة معينة. نعم شكرا. الآن سنذهب إلى النقطة الأخيرة وهي إدارة الوقت. كمعلم كيف أدير الوقت؟ معايير معينة، استراتيجيات معينة، وهي غالبا التهيئة للدرس، عرض مفاهيم الدرس، تلخيص والمراجعة، تقييم واستيعاب التلاميذ للدرس. طبعا نقطة مهمة جدا. فيجب على المعلم دائما الحفاظ على وقت الدرس وتجنب التالي، وهو الاسترسال، الخروج والتشتت والانشغال. كما ذكر الأخ حسن أن لكل مرحلة من الدرس وقت محدد لها. جميل. رجوعا للنقطة السابقة لموضوع الحجج، حجج الطلبة، ممكن كما ذكر الأخ سعود أن البحث مع الطالب حول المشكلة التي يواجهها، وإذا كانت هذه المشكلة متكررة يجب أن هناك يكون إشراف الأسرة والمرشد الطلابي لحل هذه المشكلة. جميل جدا. أعتقد نكتفي بهذا القدر من المحاضرة اليوم. والتي كانت عن مفهوم الإدارة الصفية ومعاييرها. شكرا، الله يعطيكم العافية.